إن مواجهة الأزمات تتطلب جهود مضاعفة ويقظة كبيرة، وقد شكل انتشار وباء كوفيد 19 اختبارا صعبا للمنظومة الدولية. وفي هذا الصدد نفذت بلادنا إجراءات صارمة من أجل مواجهة تفشي الوباء، كان للأمن المدني دور محوري فيها. أيها الحضور الكريم، لا يخفى عليكم ما تشهده بلادنا من نمو اقتصادي متزايد وآفاق مستقبلية واعدة في ظل استغلال الموارد الطبيعية للبلد، وهو ما ترتب عليه تحديات بيئية كبرى